يصعب على هذه الصحف الورقية استقطاب قراء جدد، وبات ينافس صاحبة الجلالة. إعلام جديد واقع يفرض نفسه في ظل تنامي استهلاك الإعلام الإلكتروني في الجزائر، لكن غياب إطار قانوني يضبط عمل الصحافة الإلكترونية جعلها تعيش حالة غموض. اليوم إذا يديرونا ان كادر جوريديك ليغال، الجورناليست قبل ما يدفع هذيك لافورماسيون في الموقع يسرا اوبليجي دو لا فيريفي اوبارافون اون امون. اخلقت القطاع، هذا ما ينقصنا اليوم، لانه الكتابه سهله، لكن لما نكون تحت ضوابط اخلاقيه هنا تكون فيها لغه الضمير، الضمير المهني هي اللي راح تسترسل وهي اللي راح تعطينا ابجديات هذا العمل. الحق في الوصول إلى المعلومة وتغطية النشاطات الوطنية والرسمية والاستفادة من الإشهار العمومي مطالب أساسية يرفعها صحفيو الإعلام الإلكتروني، لكن ضعف استخدام نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر يعيق تطوير نشاط الصحافة الإلكترونية. وجهة نظري تختلف، يجب أيضا على الصحافة الإلكترونية أن تتمتع باستقلالية مالية، وهذا يمر على نظام الدفع الإلكتروني. فإذا أردت غدا أن أطلق نموذجا تسويقيا فهو اشتراكات القراء. اليوم أغلبية المؤسسات الإعلامية في الخارج مداخيلها فقط من اشتراكات القراء، هذا ما يوصلنا إلى حرية التعبير. ما أريده ليس فقط وزارة الاتصال هي التي تضبط عمل الصحافة الإلكترونية، بل يجب أيضا اشتراك وزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة التجارة، والقول بأنه ليس هنالك رقم تجاري في السجل يسمى إعلاما إلكترونيا، كلها وكالات اتصال، نحن لسنا وكالات اتصال. عدم تقنين الإعلام الإلكتروني فتح الطريق أمام استغلال هذا المنفذ القانوني للترويج للأخبار الزائفة، فهل سيؤدي تنظيم الصحافة الإلكترونية إلى الحد من آثار هذا النوع من الأخبار؟ بداية نثمن يعني هذا العمل الإجرائي في الحقيقة اللي هو خاص بوضع ترسانة من القوانين التي ستضبط بالدرجة الأولى تضبط هذا المجال الرقمي، المجال المنصات الرقمية، مجال هذا التكنولوجيا الحديثة، وإحنا نعيش ما يسمى بعصر ما بعد الحقيقة. المشكلة المطروحة فقط هو أنه على الجميع أنه خاصة الأسرة الإعلامية نتفق على شيء واحد، وهو أنه هذه المنصات الرقمية أصبحت اليوم يعني ملاذ للكتابات والأخبار المغلوطة. الأخبار المغلوطة وما تسمى بالفيك نيوز أصبحت اليوم تقريبا موضة أو موضة العصر. في ظل التراجع المتزايد للصحافة الورقية مع التطور التكنولوجي، أصبح الانتقال الرقمي في الجزائر واقعاً وجب إحاطته بترسانة تشريعية تدخل بها عهداً جديداً يؤدي فيه الإعلام الإلكتروني دوراً أكثر احترافية.